انتهت حياته ولكن لم ينتهي عطاؤه للغة العربية، لم يتوقف عطاؤه للشعر العربي. حتى اليوم نتحدث عن نبتة أصبحت شجرة ضخمة وغابة كثيفة جدا من غابات اللغة العربية، أبحر في بحور اللغة وقدم الكثير من الأبيات على الرغم من قصر حياته لم تطل أكثر من 50 أو ما يتجاوز ذلك بأعوام، ولكن قدم الكثير ما يعادل آلاف السنين في اللغة العربية وفي صناعة المحتوى العربي للذائقين من عشاق اللغة العربية. النهاردة رحلة في حياة وأشعار المتنبي مع ضيفنا اللي منورنا أستاذنا الدكتور خيري دومة، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة القاهرة. دكتور خيري أهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. دكتور خيري، وإحنا بنتكلم عن أبو الطيب المتنبي، الحديث عنه بقول أنه عمره وصل للخمسين. نعم. ومن دراسة حضرتك لحياة الشعراء العرب قديم وحديث والشعر العربي، الكثير من الشعراء العرب لم يطل بهم المقام في الدنيا، ناس كتير منهم رحلوا في أعمار متقاربة من 40 وال50 ولم يصلوا صحيح. حتى إلى 60. هل ده نقدر نبدأ منه أن اللغة العربية ومجامع الكلمة العربية هي فطرة وموهبة وليست بالدراسة في هذا العهد على الأقل؟ طبعا هو المتنبي كبعض شعراء العربيه في على مدار الازمنه كلها مات في عمر ليس ممتدا جدا، وطبعا في العصر الحديث في شعراء ماتوا في 25 سنه وفي 30 وفي 40، عندنا امل دنقل وعندنا قبله ابو القاسم الشابي، انما المتنبي مختلف تماما عن كل شعراء العرب من اولهم الى اخره. احنا طول الوقت نتعامل مع المتنبي باعتباره القمة الأعلى لتاريخ الشعر العربي. يعني إذا قلنا أنه تاريخ الشعر العربي فيه قمم أساسية على مدار التاريخ، لو قلنا من امرؤ القيس يبقى عندنا المتنبي ويبقى عندنا شوقي ويبقى عندنا مثلا محمود درويش. لو أنا بتخيل تاريخ الشعر العربي فيه علامات كبيرة جدا، قمم جبال يقف عندها النظر يعني ثابتا، فانا هقول لك ان المتنبي طبعا طول التاريخ الدارسين بيعتبروا ان المتنبي هو المعجزه. المتنبي هو النموذج الاعلى للشعر العربي. والشعر زي ما حضرتك عارفه هو فن العربيه الاول. فلما يولد شاعر مثل المتنبي ويصبح مثار خلاف للناس، ويبقى زي ما اتقال عنه في كتب التراث العربي، واصبحت المقوله المشهوره عنه انه ملأ الدنيا وشغل الناس. فيبقى الكتابه عنه كتيره جدا، والاخبار لا اول لها ولا اخر. في كلام كتير عن وفاته وعن نموه وعن رحلته وعن مقتله وعن علاقته بسيف الدوله وعن علاقته بكل من هجاهم او مدحهم على مدار تاريخه. هل فعلا القى الشعر من التاسعه؟ طبعا. كل الروايات، ما هو عايز اقول لحضرتك انه هناك روايات كثيره جدا، لكنها في الاخر لانه شخصيه تحولت الى اسطوره مثل كل الشعراء الكبار، فالروايات لا يوثق فيها ثقه كبيره، روايات كثيره، لكن معظم الروايات تقول انه بدا كتابه الشعر حين كان في التاسعه، وانه ضمن ديوانه، لانه في كلام كثير عن انه هو اللي عمل ديوانه قبل ان يرحل. وجهزه ويعني وكده فوضع في هذا الديوان نماذج من أشعاره في الصبي. وتلاقي في الديوان قال وهو صبي وقال وهكذا، وده مختلف عن بقية الشعراء. يعني عند المتنبي فيه حرص على التفاصيل، ومعروف أنه قال الشعر من البداية، لكن لست معنيا كثيرا بالروايات التفصيليه. طيب هو وثق شعره فعلا؟ ده دقيق وحقيقي. طبعا في كلام كتير جدا عن ان المتنبي جمع ديوانه ووثقه ورتبه حتى بهذا المعنى، على خلاف دواوين الشعراء الاخرين. والديوان المنشور مرتب تاريخيا يعني بهذا المعنى. المتنبي طبعا اصبح زي ما قلت لحضرتك يعني ملأ الدنيا وشغل الناس، فكتب عنه كثيرا جدا في القديم وفي الحديث، لغاية قريب جدا هتلاقي كتابات حتى الآن، من يريد أن يجرب منهجا نقديا أو طريقة جديدة في قراءة الشعر يذهب إلى المتنبي، النموذج الأعلى للشعر العربي. لهذا يعني
يمكن أنا لست معنيا كثيرا بتفاصيل حياته قدر ما أنا معني بما بقي من المتنبي. المتنبي لو كنا يعني نبحث عنه ونقول أنه مداح أو أنه قتل أو أنه مدح هذا وهجا هذا، هذا لا يبقي شاعرا. هذا لكن ما يبقي الشاعر شاعر هو شعره، هو ما بقي لنا منه. حتى الآن في كل موقف في كل مجال كل واحد فينا يستدعي فجأة بيتا من المتنبي أو بيتين من المتنبي، لأنه صارت معظم أبياته، صارت كثير من قصائده مضرب أمثال. طول الوقت إحنا بنستدعي المتنبي وهو يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت قلي أما، ومثلا صاحب الناس قبلنا ذا الزمان وعناهم من أمره ما وإذا تأتك ما زمتي. طول ديوان المتنبي، لأنه يعني المتنبي طبعا في حياته مر بمراحل كثيرة جدا، وعلى مدار الخمسين أو 51 سنة اللي عاشهم المتنبي صراع طويل مع آخرين وعلاقات متعددة مع السلط المختلفة هنا وهناك، يعني في كل عند كل أمير وعند كل عظيم حاجاه مدحه المتنبي هناك 10 سنين 5 سنين، هو حياته كلها مقسمة إلى مراحل من المدح الكبير. طب في نقطة مش عايزة أتجاوزها حضرتك قلتها، الخاصة بأن احنا بنستعيد ونسترجع أبيات المتنبي، هل ده يشير إلى أنه القاسم الأكبر من شعره كان متركز على فلسفة الحياة والحكمة؟ طبعا، لأن المتنبي شاعر كبير، المتنبي ليس مجرد مداح. لو كان المتنبي مداحا لما تذكرنا شيئا من شعره. إنما هو في كل قصيدة مدح، وطبعا بعض النقاد وبعض الباحثين يقول لك ده ضيع حياته في الشعر، لو كان خصص حياته للعناية برؤيته للحياة وبهذا الكلام كان أفضل. لكن في الحقيقة هو يمدح سيف الدولة، وهو يمدح حتى كافور، هو يضع في قصائده فلسفته للحياة ويضع لنا ما بقي لنا حتى الآن نردده. الحقيقة أن المتنبي هو كلمة المتنبي بقى الوقفة عند تسمية المتنبي قصة برضو رواية من الروايات. لأنه مثلا هو في كتاب عظيم جدا عن المتنبي، أنا بعتبره أهم ما كتب عن المتنبي، عمله الأستاذ محمود شاكر. هو سفر ضخم جدا كده حوالي 1000 صفحة عن حياة المتنبي، يحقق فيها في كل التفاصيل حياة المتنبي ويتصورها كيف مضت. وفي كلام عن أنه حتى رواية المتنبي هذه مجرد رواية وليست حقيقية، لأنه في هذا الزمن كان يفعل شيئا، كان المتنبي مشغولا بشيء آخر، وأنه لم يدعي النبوة كما قيل، وانه يعني وليه سجن؟ سجن برضه في روايات متعدده. اللي بيقوله الاستاذ شاكر انه سجن لان العلويين سجنوا، لانه ادعى انه علوي، او لانه هو كان يكتم انه علوي، حاجه بهذا المعنى، وانه حين عرفوا عنه او حين اعلن او حين اشار الى انه علوي سجنوه في الشام. لكن مشكوك في امر انه ادعى النبوه. مشكوك طبعا. طبعا هو، ما انا بقول لحضرتك، لانه شاعر كبير فحياته تحولت الى اسطوره، حياته تحولت الى مجموعه من الحكايات التي لا تنتهي، التي تؤلف زي الادب الشعبي. يؤلف عنه حكايات كثيره، الثابت منها قليل، انه ولد في الكوفه سنه، زي ما المقدمه قالت، ولد في الكوفه سنه 303 هجريه، انه ترك الكوفه في سن 17 الى الشام، انه قابل فلان، وانه ذهب الى سيف الدوله واقام هناك 10 سنوات، انه عاد الى، وهكذا. كل الخطوط الاساسيه، حتى الاستاذ شاكر عمل زي عمود الصوره، بيسميه كده عمود الصوره، حياه المتنبي كيف مضت، ويستبعد منها الروايات التي تتعارض مع طبيعة شعره. يعني ليس في شعر المتنبي ما يشير إلى أنه تنبأ، أنه متنبي، غير الروايات، وليس في شعر المتنبي ما يشير إلى أنه علوي مثلا، أو أنه تفاصيل كثيرة. ليس في شعر المتنبي مثلا ما يشير إلى أنه أحب خولة أخت سيف الدولة، ولكنها نسبت لي على مدار ال9 سنوات اللي أقامهم عند سيف الدولة. لأنه يمكن لأنه قال، تحدث عن الثغرة المتبسم ومدحها، فقيل أنه يعني في مشاعر ناحيتها، يعني ده بدي كأنه كلام عادي، لكن ده نتيجة بحث، أنه يعني لم يكن أحد قد قال بوضوح عن حبه خولة،
لكن مع ذلك لأن الأستاذ شاكر برضه هو يبحث، وهذا كتاب عظيم، وأنا أدعو الناس أنهم يقروه، لأنه خصوصا مقدمة الكتاب وهو بيتكلم كيف فكر في هذا الشاعر العظيم. هذا الذي أقصده، أنه طبعا حياة المتنبي مهمة، لكن الأهم منها هو ما بقي من شعره. حياة المتنبي، صنعت شعر المتنبي أم فقط موهبته هي من صنعت شعره؟ في تبادل بين الاثنين، لأن حياة المتنبي ليست سهلة. حياة المتنبي تنقل فيها بين ناس كثيرين. حياة المتنبي فيها أسرار مخفية. حياة المتنبي فيها تجارب عميقة مع الحياة لم يعلن عنها. وعنده هذا الاعتداد بنفسه، هو اعتداد مثار سؤال زايد جدا، وليس مجرد اعتداد شاعر، لكنه اعتداد واحد معتد بأصله العربي ومعتد بأصله الشريف بهذا المعنى، وبيتعبر عن هذه العروبة بصيغة يعني مبالغ فيها بهذا المعنى. المتنبي قصة لا تنتهي. هذا الاعتداد سبب له مشاكل، أنه معظم القصائد حتى وهو يمدح سيف الدولة أو الإرشيدي أو غيره كان يمدح نفسه أولا ويتحدث عن أمجاده أو يعني آجلا أو عاجلا، لكن في النهاية لابد من أن يضع نفسه ربما أكثر من الممدوح مقاما. صحيح، لأن بقول لحضرتك، هل دي سببت له مشاكل وأزمات؟ هو ده تكوين شخصية المتنبي الذي ترك أثرا عميقا جدا في شعره، وترك أثر ليس فقط على علاقاته بالآخرين بأصحاب السلطان يعني، لكن على رؤيته للحياة ورؤيته لنفسه. كل قصيدة طبعا هي كلها قصائد مدح، لكنها في الحقيقة ليست قصائد مدح، هي قصائد يستخدم فيها المدح لكي يعبر المتنبي عن تجربته في الحياة، ويترك لنا هذا التراث العظيم الذي نقرأه حتى الآن. عشان كده بقول لحضرتك انه يعني تفاصيل الحياه على اهميتها، على اهميه ان نعرف عن المتنبي انه احب خوله، او انه كان علويا، او ان والده كان سقاء، او انه لم يكن يحترم كافور، او انه هذه مجرد احداث، لكنها وأحداث ظاهرة في شعره، موجودة في شعره، لكن الموجود منها في شعره أقل أهمية بكثير جدا مما بقي من هذا الشعر، وهو رؤيته للحياة. إنه مثلا يعمل مقطوعة المشهورة دي بتاعت صاحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناه من أمره ما عنانا، وتولوا كلهم بغصة منه، أو إلى آخره. هذا هو ما يبقى من شعر المتنبي. والمتنبي النظر إلى شعره يجعلنا ننظر إلى أعماق هذا الشعر، بمعنى أنه ساعات أفكر في المتنبي أنه داخله موسيقى عظيمة لا تنتهي. أعظم ما في شعر المتنبي بالنسبة لي أنا، وهو نفسه أعظم ما في شعر شوقي وما في شعر محمود درويش، هو هذه النغمة العالية جدا اللي بتطرده. أنت عارفة الشعراء هو بينطلق عشان يكتب القصيدة في نغمة عمالة تطرده عشان يجسدها هو لا يكتب قصيدة للمناسبة، يعني مجرد أنه رايح عند سيف الدولة فسيقول له قصيدة في المدح، لا، هو تؤرقه تجربة عظيمة، تؤرقه نغمة تطارده ويجسدها في صور هذه القصائد التي خلدت بهذه الموسيقى، ليس فقط بالصور لكن بالنغمة التي يقدمها لنا المتنبي. والنغمة ليس مقصود بها فقط البحر اللي بيكتب منه أو القافية التي يختارها، لكن النغمة أعمق من هذا بكثير. الإحساس. الإحساس بالضبط. عشان كده المتنبي يعد بالنسبة لي أنا مثلا في القمة العالية جدا، وزيه شوقي وزيه مثلا محمود درويش بهذا المعنى. المرأة، ونحن نعود إلى خولة الحمداني، قصتها مع المتنبي في شعره وأبياته وما نظم، مش هتقدر بالبلدي كده تمسك قصة محددة. هو يمر على المرأة باحترام وتقدير مرور العابرين الكرام. بالضبط. فهل ده كان سر أنه كان محرم عليه عشق خولة، أم أن حتى سابقا كانت رؤيته للمرأة بهذا الشكل في أشعاره؟ لا، أنا بقول لحضرتك، ومش بس هو، حياة المتنبي واضح أنها مليئة بالأسرار، وأنه يكتم، وهو بيقول في بيت حتى هو بيتكلم عن سيف الدولة، يقول إيه؟ مالي أكتم حبا
أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم. فكرة التكتيم دي بالمعنى ده هي فكرة جوهرية جدا في شخصية المتنبي وفي عالمه. فهو لا يفصح أبدا عن حبه لخولة دي يعني, يعني طبعا هل ده بسبب أنه ممنوع من انه يفصح عن ده يعني لانه سيف الدوله واخته شاعر في بلاط يعني هو مجرد شاعر بلاط ولا لانه هو كمان شخصيه كل حياتها ماشيه على الكتمان من اول ما ولد في الكوفه وحتى علاقته بوالده وحتى فكره انه علوي الى اخر حياته كلها هي حياه مليئه بالتكتيم بهذا المعنى. وعشان كده انا ترن في ودني جدا كلمة أكتم مالي أكتم حبا قد برى جسدي بيفعل وطبعا وأكتم حبا وإنه يتكلم عن سيف الدولة باعتباره حب ما هو ده كمان يعني ففي يعني ربط هنا يعني. وعشان كده الشيخ شاكر الأستاذ شاكر هو بيتكلم عن ده بيقول إنه وحسب كلامه إنه هو اللي اكتشف أو يعني التقط فعلا قصة خولة لأنه ما اعرفش قبل ذلك اذا كان الباحثين قالوا عن ده ولا لكن كلام الاستاذ شاكر بيقول انه من انتقاء المتنبي للمفردات من طريقته في التعبير من نغمته انا كنت قاعد مع حد وبقول له انا عايز اقول لك يعني انا بشتغل على المتنبي بسبب العدد اللي صادر عنه الالفيه بتاعته وحسيت حاسس انه في سر وانه كان بيحب خوله فالراجل قال له بالظبط صح انا زيك انا كمان قريت شعر المتنبي و الظاهر بتاع شعر المتنبي ليس فيه كلام على الإطلاق عن هذه العلاقة لكن مع ذلك تستطيع أن تستشعر هذا الحب في مفردات أخرى تستخدم في سياق لا علاقة له بالمرأة ولا بخولة طبعا التي لم يصرح بها بهذا المعنى. في أشعار المتنبي تقريبا كم قصيدة في الديوان اللي وثقه وتركه ما يتجاوز 300 تقريبا؟ عدد كبير من القصائد العظمى طبعا الكبيرة هو أنا معايا 6-7-8 قصائد منهم قصائد طويلة يعني حوالي مثلا 50 قصيدة من القصائد الطوال لكن غير كده في قصائد أقصر وفي مقطوعات 2-4-5 وده كتير جدا في شعر المتنبي أيضا إنه في لحظة بيقول 200 أو في لحظة بيقول 5 أبيات لكن العدد الكبير من القصائد الخالدة التي بقي منها بيت القصيد أو الأبيات اللامعة أنا مش متأكد ما عدتش الحقيقة القصائد لكن في عدد كبير من القصائد. رحلته مع مصر السريعة لماذا لم يعني يلقى رواج في مصر وكان يعني ذائع الصيت في هذا الوقت؟ هو الحقيقة انه هو دخل مصر طبعا هو كان يستشعر بعروبته وبأصله الشريف بهذا المعنى وعشان كده لا يستطيع ان يتواءم مع كافور الإخشيدي ولا حتى مع المصريين بهذا المعنى لانه عنده عقدة بهذا المعنى انه شريف وانه عربي بالمعنى العروبة يعني العنصري شوية كان عنده نزعة قبلية نزعة يعني مش قبلية حتى بقت نزعة عربية قومية بهذا المعنى يعني لكن طبعا مصدر العروبة عنده هو انتمائه إلى الأشراف أو إلى هذا المعنى يعني. ولهذا لما يتكلم عن واحد ملك أو سلطان أو يعني زعيم ويريد أن يمدحه يبقى يجي يقول له كفى بك داء أن ترى الموت شافية وحسب المنايا أن يكون أمانية ويبقى ده بداية قصيدة في المدح ويدخل يتكلم عنه فهو يعبر في كل منحنى عن شخصياته وعن الأسرار التي يخبئها في داخله كان عنده بعض الاستعلاء اللي ظهر في قصائد كثيرة لي ولكن هل هناك قصائد تصنف كشعر مش هنقول سقطة لأن كل ما كتب الآن يحسب عظيم يعني ولكن تصنف كأنها غير لائقة لما كتب المتنبي؟ لا لأنه معظم شعراء هذا الزمن أو هذا العصر كانوا بيمدحوا ومدح يعني مبالغ فيه لكن المتنبي عنده قصائد مدح مغلة في المدح لا لا المعنى. مثلا زي القصيدة اللي كانت أودت بحياته لما الهجاء الصارخ اللي زم فيه أم ضبة وتسبب في قتله دي البعض وما كتب في الكتب بما فيهم كتاب أستاذنا دكتور شاكر بيحسب على أنها من الأمور يعني غير اللائقة بتاريخ المتنبي
يعني ما اعرفش، ما اقدرش اقول انها غير اللائقه، ويعني حياه المتنبي مليانه باحداث كتيره جدا، وهو كان يتخيل انه هذه القصيده ستمر كغيرها من القصائد، وانه يعني حتى فتكت به. حتى فتكت به، لكن هو هل هي غير لائقه بهذا المعنى؟ طبعا عنده هجاء مبالغ، طبعا الهجاء المبالغ فيه موجود عند اخرين اعلى منه بكتير. لا، هو سب ام الرجل وسبهم في العرض وفي الشرف، ودخل في منطقه، ولذلك صنفت على انها يعني سقطه في كتاباته. يعني ليس لانه لها كان رجل مثيل. مهذب. هي سقطه لانه ليس لها مثيل بهذا المعنى. يعني بهذه الدرجه من البذاءه بهذا المعنى يعني. لكن اذا قورن بغيره من الشعراء ففي طبعا ولكن كان نهجهم كده. كان ده طريقتهم بالظبط. أشعاره كانت مهذبة ومؤدبة. طبعا المتنبي مش بس مهذبة، يعني في منطقة فوق، يعني بمعنى انه المتنبي يستشهد، يعني هو طبعا جاء بعد عصر الاستشهاد في اللغة، لكن شعره يستشهد بيه على كسر الأنظمة، على اختراع الكلمات، انه بيقول قصيدة فمن حقه انه يخترع كلمة. يعني مش يخترع على غير نسق سابق، انه بدل ما يقول غصون يقول اغصن، او يعني بمعنى يختار جمع ليس واردا في اللغه، او يختار مفرده، عشان كده هو يقول لك انام ملء عيوني عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. انا اقول القصيده واقول فيها يعني زي ما انا عايز، انام براحتي، وانتوا هو الناس يتكلموا زي ما عايزين. طبعا لانه هو امتلك جدا حاسه العربيه، ولانه عنده تجربه زي ما بقول لحضرتك معظمها مكتوم، لم تخرج إلا في الشعر، خرجت في الحياة في صور متعددة، لكن هو اختزنها جدا جدا في شعره. عشان كده بقول لحضرتك رغم أنه غريب جدا، ورغم أنه بيعتد باللغة الغريبة، وهو عايز يقول أنا ابن البادية وأنا من أملك اللغة، وشعره مليء بالمفردات الصعبة، لكن مع ذلك يستطيع أن يكتب قصيدة فيها مثلا 20 بيت ليس فيها كلمة واحدة صعبة بالنسبة لنا دلوقتي. ودايما القصيدة دي بتختار في التدريس للثانوية العامة، أو لطلبة أولى عربي هم لسه داخلين، اللي هي القصيدة المشهورة بتاعت صاحب الزمان، صاحب الناس قبلنا للزمان، لأنها تحولت كلها، معظم القصيدة على خلاف القصائد الأخرى. القصائد الأخرى قصيدة مدح طويلة فيها مثلا 5 أبيات أو 20 بيت حكمة كاملة، إنما هذه القصيدة من البداية إلى النهاية هي عبارة عن حكمة وراء حكمة وراء حكمة. إذن هو قديم معاصر لكل العصور اللي مرت علينا. صحيح. وإحنا بنتجاوب مع أشعار صحيح. المتنبي خصوصا موسيقى. هو إحنا بنردد المتنبي لأنه ما زالت موسيقاه في ودننا، ما زالت موسيقاه مسيطرة على دماغنا، لأنه هو جسد نسق الشعر العربي الأصلي. اللي ما زال فاعل جدا في أذهاننا. والنغم بتاعه يعني بيلقى رواج في عصور. صحيح. أنا بقول لحضرتك وإحنا بندرس مثلا ملومكما، اللي هي القصيدة المشهورة بتاع الحمى، لما أصابته الحمى وهو راجع من مصر، وبيقول ملومكما يجل عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام، ووقع فعاله فوق الكلام، وجواها بقى بيقول وزائرتي كأن بها، اللي هي الحمى يعني، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في المنام. احنا طول الوقت، انا طول ما انا ماشي بفتكر بالدندن. هذا النغم. عشان كده انا بقول لحضرتك سر المتنبي هو في هذه النغمة العالية جدا، وهو سر شوقي وسر الشعراء الكبار جدا على مدار تاريخ الشعر العربي كله. نورتني النهارده يا دكتور، وبشكر حضرتك. شكرا جزيلا استاذنا الدكتور خيري دومه، رئيس قسم اللغه العربيه بكليه الاداب جامعه القاهره. اهلا بحضرتك. شكرا. في المساء مع قصوى نورتنا. مع حضراتكم من المتنبي ومن اشعار المتنبي ورحله وقصه المتنبي، نذهب الى سوق عكاظ. ماذا كان يباع ويشترى ويقدم في هذا السوق؟ ونستمر مع حضراتكم في المساء مع قصوى.